لكم بلدي البلديات حي الصحفيين 742 شكوتنا. سيد رئيس الوزراء المحترم، السيد رئيس الوزراء المحترم، العراق انسرق، العراق انسرق، العراق انسرق من قبل مافيات مساعدين اياهم المفسدين بدوائر الدولة. يا سيد رئيس الوزراء، العراق انسرق، ما بقت كل شيء. العراق احنا راح نصبح اليوم مثل سوريا، ما عندنا مكان نبني دوائرنا، سوريا تبني دوائرها بالشقق بالشقق. يا سيد رئيس الوزراء، العراق بعد ما بقت بي ارض حتى تنبني دائره، راح نصبح مثل سوريا، ناجر شقق نبني دوائرنا. ومتعاونه اليوم، متعاونه ويا المفسدين، دلال الغراوي نائبه من محافظه ميسان. يا سيد رئيس الوزراء، يا رئيس مجلس النواب، ترى نوابك متعاونين ويا المفسدين. يا سيد رئيس الوزراء، ترى مباقينا الحقونا. الله اكبر. لا ما عندي شيء، ناصر 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 اللي ارجو خلي ياخذوني. انا اريدهم يحتقلوني. لا بالله العظيم انسحب من الموضوع، انسحب، ماكو كارثه. حق وباطل، انا لو احنا عندنا حق، لو عندنا باطل احنا باطلين. لا خلت تنسحب القوه، ننسحب احنا. خلت يلا خلت تنسحب وانا حاضر. يلا ماشي حبيبي الغالي. هسه انتم شفتوا القوه اللي جتنا، ويردون يحتقلون انا هذا الحق اللي احنا ويا الدوله حامين قاعها. يقولوا احتقلوا قياده عمليات بغداد، متصلين باحد الضباط، احتقلوا بعلي العقيلي حتى لا يسمعون الضباط. انا عندي استعداد اضحي بروحي بنفسي، اروح للاحتقال. وين ما يريدون ياخذوني، ياخذوني الله وكيلك. ما عندي، ما طول انا ويا حق الله، صاحب الحق الفوق. شو تريدون بعد؟ حج استاذ العزيز، صوتك تعال. استاذ العزيز الناشد رئيس الوزراء، ان يتدخل بالموضوع ولا لا تصير جرائم هنا. احنا الضباط اخوتنا وولدنا، شنو اللي يردونه من عندنا احنا وياهم؟ للناس يقول لك انا جايب امر امثل القانون، فاحنا القانون نحطه على راسنا بس كونه ويا الحق. وثائق، هذا كتاب تابع من امانه بغداد من قبل الدكتوره ذكرى محمد علوش. اذا تريد تصوره، نود اعلامكم بقيام مجاميع بالتجاوز على اراضي الدوله التابعه لامانه بغداد ضمن محله 742. هاي من الدكتوره ذكرى علوش. هذا الكتاب الثاني، الزم الله بالامر عليك. الكتاب الثاني هذا اللي خاطبوا به حاله العقار، اعلمتنا مديريه التسجيل العقاري في الرصافه بسنه 2014. يقول لا يملكون اسهم في القطعه المرقمه اللي هي 29 على 4 على 15 لحد هذا اليوم. لكن هسه سيد كريم البخاتي عرف نفسه راح يطلع من الامانه، يقول بناء على طلب اخوان علي السوداني زودتهم بكتاب، هذه الارض زراعيه. واحنا نعرف الكتاب، لا خلنا نكمل هاي المعلومه راح ملها لك. الكتاب اللي انطلق من رئاسه الوزراء، الاراضي الزراعيه يمنع التجاوز عليها، يقول وبامكانه القيام بتسييجها وتنظيفها ولا يحق له الاستغلال. اكو قانون عندنا بالعراق، الارض الزراعيه احنا نعرفها نظام الدونه بتنبن بها 200 متر ما اعرف ايش قد، هسه هو راح يوزعها اذا سيجها تتوزع بيوت. فاحنا الناشد الجهات المعنيه، رئيس الوزراء، وزير الداخليه، ان يدخلون فورا بهذا العمل. كم ويانا وتعبكم وجيتكم هذا الجو الحار. احنا قبل فتره رحنا 17 واحد اشتكينا بالاستخبارات وبخصوص هذا الموضوع، ما سووا شيء. تسربت الاسماء مالتنا احنا اللي مشتكين، تسربت العلي السوداني والميليشياته اشتكينا هو بيها. يعني صرنا احنا النوب الضحيه. بمهم هذا احنا نريد عن طريق قناتكم نحتكم وياه، نقعد وياه ويا الامينه، ما نريد ويا الوكيل، ويا سيد كريم البخاتي ما نريد، لان هو اللي باعها. نريد نقعد ويا الامينه ويدزون على الدائره القانونيه ويطلعون العائديه مالتها المن. اذا كانت الشخص احنا على وجه تعبانين وطالعين صار 10 سنوات، يستلمها عن طريق الامينه، واذا مو اله لا يجي ولا يوصل علينا، والدوله المفروض تحمينا. اخر شيء هذا اللي نريد نحتكم نقعد يم الامينه. قبل شهرين احنا بالدائره القانونيه جبنا كتب هاي تابعه الى امانه بغداد. قبل شهرين من الدائرة القانونية جبنا كتب تثبت هاي الأمانة بغداد. واشكركم. نناشد الوزير
شباب الرياض يسوين لنا ملعب هنا، هذول يفترون على الساحه، هذا المنفذ الوحيد للصحفيين، والله موتونا يوميا يجون على الساحه، يوميا هذا للرياضيين، يعني اذا خذوا الساحه سووها بيوت هذول الرياضيين مال المنطقه، وين يروحون؟ يطلعون الخيط طريق، وهذا غلط. احنا الناشد وزير شباب الرياضه دلال الغراوي، النائبه هي اللي راح هي جابت النت، طونا كتاب بالساحه، بس هم يريدون ياخذون هذا المنفذ الوحيد للصحفيين. هاي العرضه فلشوا الساحه، جاي يقصون بيها، نقص الذب عليها فلوس من جيبنا، وهم يرجعون يفلشونها. تبدا تطلب المواطنين في حي الصحفيين 700 على 742، هذه الساحه انتم شفتوها وصورتوها، هاي معاناه من 2008 ولحد هسه، ماكو حكومة المالي العبادي، رحنا حكومة عادل عبد المهدي، رحنا هسه الناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انه يريد يقضي على الفساد ويحصر السلاح بيد الدولة، فهسه السلاح المنفلت، هاي المجاميع اللي تجينا ما نعرفها منه، هذا الرجل اللي مبتلينا بلوى انه هاي الساحة يقول تابعة لي، واحنا عندنا ثبوتات وأدلة انه هاي تابعة لأمانة بغداد، فنريد من خلال قناتكم الكريمة توصلون اصواتنا واصوات المواطنين الموجودين هذ شفتوهم الى اكبر مسؤول اصغر مسؤول، بس يخلصونا من هالشخص، لان احنا ما نريد نروح دم في سبيل ساحه او منطقه او ارض، يعني تروح هاي الخيره بمكانها.